ومعنا عبر الهاتف لمزيد من التفاصيل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعد الخراز. أبو عبد اللطيف، ما هي الخدمات التي سيتم توفيرها لكبار السن هذه المرة من خلال هذا القرار؟ حياك الله أخوي أحمد، وتحية لك وللتلفزيون الراي والأستاذ المشاهدين والمتابعين. ولله الحمد، وزارة الشؤون ومن بداية قرار القانون وما تبع من إقرار أيضا اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بدأت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت لتطبيق ما جاء في مواده. وطبعا هذا التطبيق بثمرة إن شاء الله على فئة عزيزة على قلوبنا وهي فئة كبار السن. ما جاء في بعض مواده وهو يتعلق في تخصيص مواقف لكبار السن في الجهات الحكومية وأيضا المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية، ومن خلال هذا البند تم التنسيق مع الجهات المختصة وأبرز هذه الجهات وزارة الداخلية، وتم عقد عدة اجتماعات معهم في هذا المجال، والله الحمد تمت التنسيق على يعني تنسيق كامل. بو عبد اللطيف ما شاء الله، لكن نعم، متى تتوقعون البدء بتطبيق القانون؟ بالفعل بدأ الإجراءات التنفيذية بالتنفيذ، وانتهينا من مثل ما ذكرت التنسيق مع وزارة الداخلية، ومن قبلها هي ستتولى التعميم على الجهات الحكومية لتطبيق ما ورد في تنفيذ هذه المواد من حيث المواقف والشكل وآلية اللوح الذي تم اعتمادها. وأيضا راح تتولى الوزارة الجهات التجارية والجمعيات التنفيذية، وبالفعل تم مخاطبة هذه الجهات بعد أن تنصرها لتنفيذ هذا المجال. هل سيكون هناك تنسيق بشأن تلك الخدمات مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مثلا؟ طبعا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعني لها جانب، وجانب القانون والقانون 18 يمكن أتى في مواد يمكن قد لا يعني تشمل التأمينات الاجتماعية باعتبار أن لهم راتب تقاعدي وإلى آخره في هذا المجال. احنا نتكلم عن توفير خدمات فعليه مثل ما ذكرنا في قضيه تحديد المواقف، وايضا راح تكون في استكر خاص لهذه الفئه قبل هذا بالنسبه للمواقف يعني. وقبل تحديد المواقف، ما هو المسن وما هي معايير تحديد المسن من عدمه؟ طبعا نص القانون 18/2016 ان يكون كويتي 65 بلغ من العمر 65 فما فوق، هذا يعتبر تعريف المسن. وهذه الفئة تقريبا تقدر ب يعني أكثر من 50,000 شخص كويتي. طيب أبو عبد اللطيف، يعني في اختلاف، يعني احنا ربطنا الموضوع بالسن، لكن لو تعتقد أن في واحدة من الحريم تبي تستفيد من الخدمات لكن مستحيل تكشف عن عمرها، يعني خاصة الحريم ترفض هذا الشيء. طبعاً للاستفادة منها يعني يفترض أن تقدم الأوراق العرفية الثبوتية لهذا الشخص من بطاقة مدنية وإلى آخره، وهذا يعني اشتراط تنفيذ أو الاستفادة من يعني ما ورد في هذا القانون، أن يكون كويتي وبلغ من العمر 65 عام فما فوق، هذه أمور طبيعية. أنا ودي أتكلم عن أيضاً يعني ما تم تحقيقه من توزيع اللي يعني ما ورد في المادة 9 من القانون، وهي بطاقة أولوية، وهذه البطاقة يستفيد أيضا منها يعني كبار السن في تنفيذ خدماتهم ويعني إتاحة الفرصة لهم ابتداء، وهي يعني في ما ذكر اسمها أولوية، وتكون لهم الأولوية في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. نعم، شكرا. نعم، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعد الخراز، شكرا جزيلا لك.